صباح الخير عليكم. صباح الخير عليك سميرة. اليوم غادي ندير لكم واحد لاطارت ولا كاطو بالمزاح، اللي حنا موالفين تنشوفوا المزاح تناكلو غير هكذاك، ولكن اليوم غندير لكم واحد الكاطو منه هائل بمعنى الكلمة. كما شفتوني أنا ديجا بديت كان بريباري شنو غادي خصنا، واحد نص كيلو ديال المزاح، ونحاولوا المزاحة تكون شوية كبيرة. علاش؟ باش ملي كطيب باش ما تنزلناش وما تصغرش، تحسنا شوية ديال القرفة، شوية ديال لافاني، شوية ديال الخميرة ديال الحلوى، واحد ثلاثة ديال البيضات، وإلا كانوا بيضات كبارين نديروا ثلاثة، إلا كانوا صغارين بحال هكذا نحاولوا نديروا اربعه، لان علاش؟ نورمالمون البيضه خص تكون فيها بين 50 حتى 60 غرام، واحد 200 حتى 220 غرام ديال الدقيق، واحد 50 غرام ديال اللوز مطحون، واحد 150 غرام ديال السكر، 200 غرام ديال الزبده، واحد 80 مليلتر ديال الحليب. والطريقه سهله، ما تاخذناش الوقت بزاف، وما نسحقوش نديروا نقلبوا على مول او لا على شي حاجه فاش غادي نخدموا. غادي يمكن لنا نخدموا غير في المقله، وهذه هي الطريقه اللي هذا هو الجديد اللي جبت لكم اليوم. وبهذه المناسبه هذا تنشكروا حتى الاخوان اللي تيراسلوني من الجزائر او لا من مصر، هما اللي طلبوا هذه الوصفه هذه. ما عليكم غير تتبعونا، غادي تلقاوها ان شاء الله في على صباحيات او صباحيات دوزيام. المهم تناخذوا المزاح بحال هذا الشكل هذا، وتنقطعوه على جوج بحال الطريقه هذه. انا ديجا راني وجدت بحال هكذا، تنحيدوا منه العلفه بحال هذا الشكل هذا، وتنخلي ليه الجلده. علاش تنخلي ليه الجلده؟ لان بارفوم اللي تيكون عندنا شي مقله مثلا ماشي هي هذيك تتلصق، دونك حنا باش غادي نحيدو ما تلصق ليناش هذا، كنخليو هذه الجلده هذه حتى الا لصقت في المقله كيطلع علينا داك اللب ديالو، كيبقى زوين ما تيتهرش. تنديرو هنايا، تنديرو هنا في السيروب، السيروب اللي بطبيعه الحال تناخذ شويه ديال السكر البني او السكر العادي، وتنحطو في شي مقله بحال هذا الشكل هذا، وتنخليه يسخن مزيان حتى تيذوب داك السيروب بحال هذا الشكل هذا كما تتشوفوا. وكنحط فيه هذا المزاح هذا كما كتشوفوا بحال هكذا، وتنحط هذا السيروب تبقى ندورو على المزاح، وتنخليه تيطيب غير بواحد شويه النار مهيله بزاف. من بعد تنستفهم بحال الطريقه، تنستفهم في الوسط وفي الجناب. هنا ترجع باش ندير الحشوه. شنو غادي ناخذ؟ اول حاجه غادي ناخذ البيض، طبعا هنا من بعد تنزيد ليه السكر كما قلت لكم، 150 غرام ديال السكر او اللي بغى يدير قل يدير، واحد 200 غرام ديال الزبده على حسب الكميه اللي غادي ديروا. حنا اختارينا نص كيلو ديال المزح، يخصها 200. من بعد تنديروا تنضربوا هذا الشيء كله يا اما في خلاط كهربائي يا اما في، ومن الاحسن ديروه في خلاط كهربائي باش كيتجانس لنا كشي مزيان. من بعد فاش كيتخلط واحد 5 دقائق حنا باش نربحوا الوقت، تنزيد ليه الحليب. تناخذ الحليب وتنزيدو هنا. ابغي شنو تندير؟ حطينا الحليب، شنو تناخذ؟ الدقيق، تنحط فيه القرفه، تنحط فيه السكر لافاني، واللي ما بغاش يدير السكر لافاني قد يدير لافاني كما كانت عنده، الا كانت سائله او لا عويد او شي حاجه بحال هكذا مزيانه تتصدق. نديرو شويه ديال الخميره ديال الحلوى، واحد المعلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوى، تنشدوه فرشيطه وتنبقاو نخلطوا هذا الخليط هذا ديال الدقيق باش كيتجانس ليا مع هذا الشيء كله. من بعد تنحطوا ديراكتومون في هذا الخليط هذا، وتنخدموا واحد 5 دقائق حتى هو حتى كيتجمع ليا مزيان. وفي نفس الوقت كناخذ اللوز يعني مطحون، وتبقى نزيد شويه بشويه تنجمعو كامل. ملي تنجمعوا الخليط كله بحال هكذا كتجينا الطريقه سهله، يعني ما تاخذ ليناش الوقت بزاف باش غادي نديروا هذه الكيكه هذه. وكما تلاحظوا حنا في المغرب الحمد لله المزاح كاين، غير هو خصنا نحاولوا ما امكن نديروا هذه الكيكه هذه اقرب وقت ممكن. علاش؟ لان المزاح
علاش حنا تنسموه المزاح؟ لان تيتمزح معنا تيبان وتيخطف، لان حنا في المغرب الحمد لله من شهر 4 حتى لشهر 10 جميع انواع ديال الخضر ديال الفواكه تلقاوها في هذه البلاد السعيده، من غير الفواكه اللي كنلقاوها في لي تروبيكال، ومنهم المزاح. علاش المزاح تيبان وتيهرب بحال اللي تيتمزح معنا؟ ديك هي السميه اللي مشات فيها ديال المزاح. دونك كنحط هذا الخليط هكذا كله، نحط فوق هاد المزاح اللي درنا دابا هنايا وبخرناه بالسيرو. وهنا بطبيعه الحال تنطفيو على المقله باش ما تكونش سخونه داك السيرو، ما يكونش سخون داك المزاح. من بعد تنحطوا هاد المقله هذه بحال هاد الشكل هذا كتشوفوا، وتندخلوها للفران لواحد الدرجه ديال 175 درجه لمده نديرو 45 حتى 50 دقيقه حتى تطلع الكيكه بمعنى الكلمه. وانا غادي نوريكم الشكل النهائي كيفاش جات. وواحد الملاحظه هنا، هي كتنتكل سخونه ما تاكلش بارده، وتنقدموها بهذا الشكل هذا وتنوجدوها وتنعطيوها بالصحه والراحه. غير هي كما قلت خص لابد تكون سخونه باش تنتكلوا، في حاله ما بغيتوش تاكلوها سخونه خلوها تبرد واحد جوج سوايع، ويمكن لكم دوزوها مع الايس كريم او كما نقولوا حنا لي كلاصون، دوزوها مع قهوه او لاتاي بالصحه والراحه. اكيد لذيذ جدا خصوصا